بس بعد رجوعي من برا ودخولي الفيلا حصلت مشاكل كتير قوي مع بسنت. كانت دايما بتحسسني انها ست البيت، تقعد تلقح عليا بالكلام عن فرق السن اللي بيني وبين ابوها، وانها انا بنت ناس، انها شكل ما يديش ان انا متأصلة زي عيلة امها. كل يوم كان بيعدي عليا في البيت بحس انها ببعد عن سالم، وان السجن اللي انقذني منه تمنه غالي قوي. انا برضو تقريبا كنت عايشة في سجن كل يوم. كل العز اللي انت فيه ده وبتسميه سجن؟ لما تحس نفسك صغير قوي تتشتم تتهزق وتتضرب، ده مش شغالين، مش قادر تقول حاجة، ده تسميه ايه؟ عشان كده عملت فيلم الخطف انت واخوكي. بعد الانفلات الامني اللي حصل في البلد وحوادث الخطف اللي كنا بنسمع عنها كل يوم، واحساسي ان وجودي في البيت بقى على كف عفريت، فكرت فكرة كده، كلمت علي اخويا، خليته يكلم فوزي ابن عمي ويعملوا انهم خطفوا واجيه، ونطلب فدية 10 مليون جنيه أأمن بيهم مستقبلي أنا وابني، عشان لو بسنت غدرت بيا وخالد سالم يغدر بيا في يوم من الأيام. وأنا جيت أنقذتك وبوظت كل حاجة. هتصدقني لو قلت لك إني بحمد ربنا إن ده حصل؟ تحمدي ربنا؟ تحمدي ربنا إن أنا ضيعت منك 10 مليون جنيه؟ طب حطي نفسك مكاني وعقليها، إزاي؟ أنا حكيت لك حاجات أنت لو قلتها تعرف قد ايه انا كنت صريحة معاك، ما خبيتش عنك أي حاجة، حتى لو اللي أنا قلته لك ده هيغير نظرتك فيا. فكرة الخطف دي جت لي في لحظة يأس، مش تضحك عليا فيها، حسيت إن أنا في يوم من الأيام هخرج من البيت ده وأنا خسرانة شبابي وصحتي في خدمة راجل أكبر من أبويا، على اساس ان هما من طينة واحنا من طينة تانية. بدي اللي انا عملت حسابه حصل، جايز جدا كنت سالم كتب كل فلوسه باسم بسنت يوم جوازتها، وابقى طلعت من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا. ايوه بس انت عندك وجيه والضنا غالي زي ما بيقولوا. تفتكر واحدة زي عيلتها كده ضهرهم للحيط تقدر تقول بم لو سالم الجرح اللي بكل جبروته طردها وخد ابنها ورماها بره؟ دكتور جاي. انا جوه. عن اذنك اخش اشوف بابا. خدي وقتك خالص. ها ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام يا ريس. فتح عينيك كويس. هاي. هاي. هاي سايسا. ازيك يا سليمان؟ باشا عامل ايه؟ انا تمام. انا بكلم سالم بيم الصبح، قافل تليفونه ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ وانت عارف بقى لما بيطلع البحر بيقفل كل تليفوناته علشان محدش يقدر يقطره ويعرف هو مسافر في اي بلد. طب وبعدين؟ ده انا عندي عمليه كبيره قوي فيها غله بالهبل، بس مصاريفها ياما. ما عندكش حل بقى غير انك تستنى لما يرجع. طب ما قالكش هيقعد قد ايه المره دي؟ يعني يومين ثلاثه بالكتير. الكلام ده على ضمانتك يا سليمان؟ واضح ان المساله مستعجله قوي. عموما لو كلمني انا هفهمه الليله كلها واطمنك على طول. وانا استنى تليفونك. سلام. منورين يا معلمين. انا عايزكم تطمنوا على اخر الاسبوع فلوسكم كلها هتكون جاهزه باذن الله. يا معلم ابو العز لو عندك مشكله احنا ممكن نشوف لك شريك. ولا شريك ولا فريك يا قرش، عداه وقدود واشيل اي عمليه لوحدي. كلامك مظبوط يا سيدي الناس، على البركه ان شاء الله. بدعتكم هتوصل امتى؟ شكرا. طمنيني الدكتور قالك ايه؟ هيعمل لها العمليه اول ما يظبط لها الضغط والسكر. يا مسهل يا رب.
مالك؟ خايفة من اللي جاي. سالم لا قدر الله لو جرى له حاجة بس انت هترميني انا وابني في الشارع. تعرف انا دخلت المكتب امبارح قعدت ادور على الاوراق من وراه اللي كاتب فيها كل حاجة باسم بسنت بس ما لقيتهاش. اكيد حطيتها في الخزنة. معاكي نسخة من المفاتيح؟ لا المفاتيح ولا الارقام. تفتكري سالم الجارح اتجوزك ليه؟ علشان اجيب له الولد. طب ما هو عنده بسنت. سالم عايز ولد عشان يشيل اسمه. انت عارف ان هو قال لي لو المولود جه بنت انزله. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ وحشتيني. قلتك اشوفك. القلوب عند بعضها؟ تشرب ايه؟ ولا اي حاجة. جاية اطمن عليك وامشي على طول، مش عايزة اعطلك. لا لا عطلة ولا حاجة. اخبارك ايه؟ كويسة جدا والحمد لله. الشغل عامل معاكي ايه؟ يعني هو لسه بنشم نفسنا. نسبة الاشغال ماشية واحدة واحدة زي السلحفة. بس الحمد لله كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. اهو البلد كلها ماشية زي السلحفة. قولي لي بقى أخبار فنجالي معاكي إيه؟ أهو أديني قاعدة مستنية ومجهزة الفستان. تتريقي؟ طب هتشوفي. مش هتعدي عليكي السنة دي إلا وأنتي لابسة أبيض في أبيض زي ما قلت لك. دي حاجة السلطة. إيه يعني واحد غير اللي هياكلها؟ بلاش دلع خليني أكمل. طب أخد واحدة كمان. يا أخي هات، هو اليوم اللي تقعدوا أجازة يجي على دماغي؟ سلامة دماغك. قولي لأمك عاملة إيه؟ ما خرجتش من أوضتها من صباحية ربنا. غريبة يعني، تاني يوم ليها في الأوضة معتصمة دي ولا إيه؟ وأنا عارفة لها بقى. يا رب تكون عقلت، يا رب وقالتك في خير شر ونخلص. تبقى ما تعرفهاش، زبيدة دي ما تقعد مع روحها يبقى بتحضر بلوى، ربنا يكفيك شر كده. اسألنا أنا. أنت هتخوفيني ليه بقى؟ طب ادخلي شوفيها. وأنا مالي، مش أنت اللي فاضي واخد أجازة؟ خش لها أنت. أنا؟ لا يا ست، دي تاكل دماغي وتقعد تقول لي الواد بيصغر لي إزاي ومش عارف إيه، لا دي رغاية مع نفسها. حسونا بيه في زبون بره عايز يشتري العربيه البورش بس هو مستغلي ثمنها شويه. طبعا بالبنطلون اللي انت لابساه ده لازم يستغلاه. ابعتي له جيبه سياره وهو هيسترخصها. اوكي.